تتواصل في كنيسة قصر الدبارة بوسط القاهرة فعاليات الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد والذي تقيمه رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور رئيس الطائفة الدكتور القس أندريه زكي وقيادات الطائفة الإنجيلية وبمشاركة وحضور مجموعة من قيادات الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والشخصيات العامة. وتضمن برنامج الاحتفال صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية وكلمة راعي كنيسة قصر الدبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. واحنا بنحتفل بهذه الذكرى بنصلي من اجل سلام العالم، بنصلي من اجل وقف الحروب، بنصلي من اجل حملة السلاح ان ربنا يكون بيهديهم في طريق المحبة وطريق السلام، ونتذكر ما دعا اليه السيد المسيح: طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا بنعيد على مصر كلها في ذكرى ميلاد يسوع المسيح اللي جاء لاجل كل واحد فينا، وتبقى سنة جديدة فيها بركة وخير لكل المصريين. هو رئيس السلام، وإحنا ما أحوجنا الأيام دي للسلام وسط كل اللي بيحدث حوالينا. فيا رب نشوف سنة بيسود فيها مرة تانية الحب والسلام بين كل شعوب المنطقة اللي احنا عايشين وسطها. احتفال عيد الميلاد دايما بيبقى جاي مع بداية السنة، واحنا في بداية سنة جديدة حاسين بالفرح والامل في السنة الجديدة، ففي دايما بيبقى فيه فرحة وسعادة. طبعا احنا مبسوطين ان احنا شركاء وطن واحد، فاحنا مبسوطين ان كل اصدقائنا وكل ضيوفنا الغاليين علينا جايين يعيدوا معانا، فاحنا بنعتبر العيد عيدنا كلنا، فاحنا مبسوطين بوجود الكوكبة المتميزة وسطنا النهاردة.